نختم معكم فضيلة الشيخ صالح بهذا السؤال: من أوتر قبل النوم ثم قام قبل الفجر ماذا يعمل؟ نعم، يصلي ما تيسر له ويكتفي بالوتر الأول، يكتفي بالوتر الأول ويصلي ما تيسر له في آخر الليل إذا قام في آخر الليل، زيادة خير والحمد لله. نعم، جزاكم الله خير شيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا.